ومعي على تليفون الدكتور سعد الجيوشي رئيس هيئة الطرق والكباري. دكتور سعد مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ عمرو، حتى خالص تعازي للسادة المشاهدين. أشكرك دكتور سعد. يمكن أنا في المقدمة أشرت إلى تصريحات سمعتها من حضرتك النهاردة، قلت فيها أنه كلما كانت حالة الطريق يعني جيدة كلما زادت الحوادث، وإن ده بيغري السائقين بزيادة سرعة المركبات. لكن في هذه الحادثة بالذات، هل بتشير بأصابع الاتهام إلى العامل البشري في حدوث هذه الحادثة؟ دي الحادثة دي بالذات عامل بشري 100% صرف، يعني لأن المنطقة دي حضرتك لما تيجي تراجعها، وأنا كنت أنا جاي من اسكندرية دلوقتي، أنا كنت موجود في منطقة الحادث وعينتها وشفتها مع زمايلنا المختصين، وأنا يمكن قضيت على المشروعات الباقية ورجعت. حضرتك المنطقة دي طريق جديد، طريق كويس، اليوتيرن أو منطقة الدوران عليها على محددات اللي هي الأمان اللي هي العواكس، يعني عليها علامة اليوتيرن مصممة هندسيا مظبوط تماما. الطريق العلامات الإرشادية بتاعته أو التخطيط الأرضي بتاعه موجود تمام، كل شيء تمام. حضرتك الموضوع هو عامل بشري، لأن سواء الناس عمل الدوران فجأة وكان عمله من أقصى اليمين عشان يدي لنفسه براح، رغم ان هو يعني هو مصمم ياخده من الشمال ياخده من اليمين ياخده من حد التهدئه، مصمم على كده، بس هو قرر كده مع نفسه. طبعا العربيه اللي جايه من الشمال مسرعه من الشمال ما قدرتش توقف، دخل لانه دي بيعمل دوران، دخل طبعا رحم الله الجميع، دخل في تانك السولر مباشره. فده اللي خلى الموضوع يحصل فيه اشتعال ويحصل فيه تصادم. تعرف حاله التصادم يعني في شراره مع سولار، يعني في نار، وبدا يحصل من اليمة الثانيه تصادم، لان دخوله كان مفاجئ برضه الاتجاه المعاكس، ونفس الكلام مع الاتوبيس. نعم، خطا بشري تماما، ويعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ما يحصلش ثاني. ومع ذلك يعني اذا كان الخطا البشري هنا دكتور سعد، فهذا لا يمنع انه في ناس كتير بتشتكي من حاله طريق مصر اسكندريه الزراعي. حالة طريق اسكندريه الزراعي حاله سيئه جدا، ولكن احنا زي ما اتحفظ احنا بنكاشف الناس باستمرار. احنا عاملين عليه اربع مشروعات ضخمه جدا شغاله في نفس الوقت، عندنا من شبرا لبنها مشروع، ومن اها لبنها مشروع، ومن كفر الزيات لدمنهور دنشال قبل دمنهور مشروع، ومن دمنهور حتى يعني كفر الدوار مشروع. فاحنا مغطيينه كل المشاريع رافعه كفاءه. انا كنت مفروض بمر عليها النهارده برضه من ضمن المشاريع، احنا بننتهي منها كلها ان شاء الله بنهايه السنه دي. انا بقول كمان في مشروع نازل تطوير للدائر الزراعي اضافي، ان احنا بنوسعه خمس حارات، ده بتعمله شركه الخرافي، واحنا بنسلمهم الموقع يمكن خلال الاسبوع الجاي عشان نعمل طريق حر منفصل تماما في النص، ونعمل حارتين خدمات خدمه للملاك الاوتوبيس في الشمال. يعني احنا مش ساكتين. ولكن في نقطه يا استاذ عمرو لازم نقولها، اتفضل. ان الاحمال على الطريق الزراعي، احمال الناقلات او الشاحنات عاليه جدا، زي ما حضرتك يمكن ناقشت معايا قبل كده في البرنامج بتاع حضرتك، ما زال الطريق ان الشاحنات بتهرب من الطريق الصحراوي عشان عليه رسوم، وبتيجي الطريق الزراعي احمال الشاحنات مسجله عندنا باوزان مسجله ثلاث اضعاف الحموله القانونيه، ده بيؤدي الى انهيار الطريق الزراعي. علاوه ان الاهالي بيعملوا مطبات غير قانونيه وغير شرعيه، مهما احنا استبدلناها بيحطوها تاني، بيحصل وقوف للشاحنات دي بالاحمال العاليه قبل المطبات وبعد المطبات، بتؤدي الى حدوث تخددات وهبوطات مكان العجل، ده كله بيؤدي الى سوء السطح، وبيؤدي الى فقد الاموال اللي احنا بنصرفها على الطريق. للاسف مش عايز اخبي على الجمهور، لا ده هي اموال بتقدر بالمليارات وليس بالملايين. فعشان كده احنا ان شاء الله عندنا امل الاسبوع الجاي، لان احنا قاطعين مشوار مع النقابه العامه للنقل البري واصحاب الشاحنات، وفي لجنه وزاريه منعقده ان شاء الله بتستكمل الاسبوع الجاي، ربنا ييسر، وهنصل باذن الله الى تشريع شكرا يجرم
نقل الزايد او الاعمال الزايده. اشكرك يا ست اللواء الدكتور سعد الجيوشي رئيس هيئه الطرق والكباري.